ده الدكتور فريد اللي هيساعدني ألاقي العنوان في فرنسا. ده علي أخويا. أخويا؟ إزاي؟ أنت قلتيلي مالكيش حد ولا حتى قرايب. أنا آسفة، والله أنا آسفة، أنا كنت لسه جاية البلد وهربانة زي ما قلت لكم، ومعرفش حد كفاية أأمنه على الحقيقة. استناني على القهوة يا علي. مش هسيبك لوحدك، رجلي على رجلك. عشان خاطري 10 دقايق بس، وإلا الجيران هياخدوا بالهم. يلا يا علي 10 دقايق بس. أنا لو في الأول كنت خايفة أحكي لك علشان ما أعرفكش ومش مأمنة، فدلوقتي أنا خايفة أحكي لك عشان ما أخسركش. تأكد إنك هتخسريني لو ما فهمتنيش إيه الحكاية بالظبط. أنا كنت متجوزة وعندي بنت أكبر من نادية بشوية، ليلى. علي أخويا كان في ما بيننا مشاكل من يوم ما اتجوزت وكنا متقاطعين، عشان كده قلت لكم ان انا ماليش حد. ما لجأتلوش علشان ما كنتش عارفه هيقبلني ولا لا، وعشان كنت خايفه ان انا اسبب له مشاكل من تحت راسي، لان جوزي مات قبل ما اجي هنا على طول. انا صحيح كده هربانه، بس مش من جوز امي، من اهل جوزي اللي كانوا معارضين الجوازه من الاول وكانوا شايفين ان انا طمعانه فيه من يوم ما مات، وقالوا لي ان انا ماليش حاجه عندهم، وانا ما كنتش عايزه حاجه لنفسي. انا كل اللي كان هاممني كان بنتي، وان حقها ما يروحش منها. خدوها مني وسافروا بيها على فرنسا عند ناس قرايبهم، وانا كنت متاكده ان هم مدبرين لي حاجه، فهربت. هربت عشان ابعد عن شرهم، وعشان اعرف ادور على بنتي وارجعها ونبعد عنهم. ما كانش ينفع احكي عشان عيلتهم كبيره وايديهم طايله، وكانوا ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن يلاقوني ويهزوني او يأذوها.